هل يأثم من لا يصلي في المساجد تحرزا من الصفوف في الصلاة الصفوف المت... في الص... من الصلاة في الصوم المتفرق؟ الجواب نعم، لأنه خالف جماهير أهل العلم من المعاصرين، وأنا لا أعرف عالم من أهل العلم الذين المرسمين أو أهل العلم الذين يعني ينظر الناس إلى أقوالهم بالاحترام والتقدير، أنه يقول بأن يعني الصلاة في المساجد بهذه الصورة غير صحيحة أبدا، هذا لا يجوز. ولذلك عندنا قاعدة: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. والآن لو جئنا إلى مسألة الاصطفاف، أقصى ما يمكن أن يقال بأنه واجب، عندنا المسألة خلافية، منهم يقول سنة، والواجب عندنا يسقط بالعجز، وهذا نوع من أنواع العجز، الواجب يسقط بالعجز. لذلك الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في مسألة الوقوف خلف الإمام قال: إن ضاقت الصفوف بحيث لا يمكن إلا قدام الإمام أمام الإمام يجوز، وذكر هذه القاعدة، قال: لأن الواجب يسقط بالعجز.